اللي جاي مصر والسعودية العمود الفقري لأمن المنطقة. وصف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والعلاقات المصرية السعودية بأنها محور ارتكاز منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن خلال لقائه بالشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن مصر والمملكة العربية السعودية قطبة الأمن والاستقرار في المنطقة وصاحبة الدور الريادي في قيادة الأمة نحو التقدم والاستقرار، والحارسان الأمينان على ثغور الإسلام والمسلمين من كل مكائد الأعداء والمتربصين من الداخل والخارج. كما وصف علام العلاقات المصرية السعودية بأنها العمود الفقري لأمن المنطقة واستقرارها. معنا اتصال من مين؟ ممكن تقولوا لي؟ الشيخ حسن فكري من علماء الأزهر. أهلا بك شيخ حسن. شيخ فكري، شيخ حسن، فكري حسن، عفوا، حسن إسماعيل. اهلا بيك يا فندم. انتوا بتنسوا ليه فكري حسن احنا ما نقدرش ننسى يا فندم، بس زمايلي في الكنترول بلغوني متاخر شوي. شيخنا الجليل اهلا بيك. تعليق حضرتك على الخبر ايه؟ وطبعا التاريخ، ونحن لن ننسى الدور الجليل اللي قامت بيه وابرزته السعوديه تجاه مصر. بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. من المبادئ او الحقائق التي لا يستطيع احد ان ينكرها أن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية هي علاقة قديمة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالصلة بين السعودية وبين مصر. فالكلام الطيب الذي ورد على لسان فضيلة المفتي كلام حقيقي، ولعلنا جميعا نعلم أن السيدة هاجر المصرية اللي هي أم نبي الله إسماعيل عليه السلام بنت مصر هي التي ذهبت مع نبي الله إبراهيم إلى أرض مكة وعاشت هناك وكانت تسمى أم العرب. فالعلاقة ما بين مصر الدولة العظيمة وما بين السعودية علاقة أصيلة ويجب أن نحافظ عليها، فبين السعودية وبين مصر ما يشبه بكمال الاتصال، حيث أن الشعبين العظيمين لهما من الروابط والأخوة الكثير والكثير، ونحن نضع أيدينا في كل عمل يؤدي إلى جمع كلمة الأمة العربية والإسلامية، لأن السعودية ومصر هما عنصر طبعا أساسي من عناصر قوة الأمة العربية بالذات. أكيد. بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ فكري حسن من علماء الأزهر. شكرا جزيلا.